هاي الأكلة كتير كتير رح تكون سبيشل لأنه نحن هلأ عم نحتفل. شو؟ بشو؟ بنجاح خطة فريدة الأسعد. يلا شو رأيك نرقص؟ يلا 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 الله 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 يلا يلا الله 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 سلطان تعرس مرة يلا 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 ستي لبرا. لك شو بك سلطان بتضل معصب رقبتي للمخلوقة؟ أنا شو قلت لك؟ أنا شو قلت لك؟ قلت لي إنك بتحبني وقلت لي إنك بتعشقني، صار لك 30 سنة عم تقلي هذا الحكي وإن شاء الله العمر كله يا سلطاني. أنا ما قلت لك لا تعملي شيء؟ أنا ما قلت لك إنه تتركي هالولاد بحالهم ولا تتدخلي بيناتهم؟ على ما يبدو ما سمعتي كلمتي. قولي لي أوام شو عملتي؟ اهدى سلطان اهدى. كل اللي عملته إنه رح أخلي القصر اللي فوق التلة يصير إلنا، وهذا البيت أبوك ما رح ياخده منا، ورح يطلع لنا حصة من الوردة وما رح نحتاج حدا. أنا توقعت والله جاي تشكرني، ما توقعتك تخانقني. ما رح يصير شي من هذا الكلام كله لأنك كذبتي. لك أنا قلت لك وعدتيني، قلت لك إنه هذا مالك قطعة من روحي، هذا ابني. أنت كسرتي قلبي وقلب ابني سلطان. خلاص خلاص لهون وبس. 30 سنة وهلأ هيك كملت الطبخة. يلا 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 يا صبايا حلوين، يلا انزلوا انزلوا تقبشوا قلبي ما احلاكم. يلا يلا دخيل قلبكم. يلا 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 تعالوا، شو رايكم نتصور صوره؟ جاهزين؟ يلا صوره هيك حلوه، وصوره هيك تمنا هيك، وصوره جنابيه هيك، شو رايكم؟ بس هيك تقلوا حالكم يعني. ما في منك انت السلطان جد. تقبشوا قلبي. يلا يلا خلينا نمشي، انتزع الجو شرفوا. وين الكاميرات اجت دالي؟ شو بكون؟ خلينا نفوت خلينا نفوت. يلا حبيبتي وقفي لنتصور وقفي. كمان على مهلك. في 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 سلطان. شوفي أنا ما رضيت أحرجك قدام الأولاد، أنت بتعرفي إني لازم أبقى هالفترة لحالي. بس أنا ما بقدر أبقى لحالي، أنا ما بقدر أعيش بدونه، عم بتعصب كتير. لا يا ستي بتقدري، أنا ولا مرة حسستيني إنه أنت جنبي، ما بتسمعيني ولا بتردي علي. لك ما فيني مون عليكي وما بتقبلي النصيحة. سلطان ترجاكي ما بدي أزعلك أكثر من هيك ولا أحرجك، تركيني. فيفي لشو الدموع؟ سيسي حياتي لشو الدموع؟ لشو التراجيديا؟ لشو الدراما؟ سيدي يا شوي لشو قلبي 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 لشو الدموع؟ لشو هالتراجيديا؟ اوطري اكثر قلبي 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 خلص فيفي شو في سلطان؟ ما في شيء
قومي قومي خليني اخذك على البيت حبيبتي روقي سلطان يلا تعالي سلطان تعالي شوي شوي مقتنع مفكرني عم كسر مع انه هي اكثر من ربو فيها سادات مرة تعالي نشوفها سلطان انا والله بحبك والله بحبك امشي امشي تعي تعي يلا استاذ سلطان انت منيح؟ هي منيح طب انا رايح دير بالك على حالك واذا عزت اي شيء احكينا اكيد اكيد لك شاي مطعم فريدة؟ أولا لا ستي صرتي مليون مرة سألتيني إذا بدك تعملي لي شاي وأنا مليون مرة مجاوبتك ما بدي بس أنت ما أكلتي شي حتى ما بدي أكل شي طلعي لبرا لك ليش هيك منكوشة مثل فرشاة المدفع؟ فيفيتي فيفيتي حياتي دالي شوفي شوفي سلطان ما رجع ومايا ما اجى الاثنين فيفي صار لازم تروحي لعند دكتور اسنان كثير مسوسين اسنانك روقي حياتي روقي 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 عادي روقي سوري آسف أي واحد مسويس أنا روحي تعبانة بدون سلطان ستي ما عم بقدر اتنفس لأنه هو تركني وراح المسيو سلطان راح ما عاد يرجع لا بده يرجع لا ما رح يرجع ستي سلطان خلص بس إذا بتقولي لحدا رح أصلك شعرك وأحرق لك يا لا 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 ما بقول أبدا ما بقول برافو ستي